السلام عليكم، اهلا بيكم النهارده حلقه جديده من لقمه هنيه. يوم الثلاث، يوم الثلاث كالعاده عارفين اكلاتنا الشعبيه او الشرقيه، بنحاول نعمل اكلات تكون بسيطه وسهله كده وليها طعم. طيب يوم النهارده يكون مع حضراتكم ثلاث اكلات اسهل من بعض. الاكله الاولى هي فتت الكوارع، بس مش العاديه، بالعيش اللي هو المرحرح الناشف. هنشوف بيتعمل ازاي. والطبق الثاني نعمل مع حضراتكم طاجن لسان عصفور بالكوارع برضو المخليه مع الدمجلاس، هنشوف بيتعمل ازاي. الطبق الثالث هو الطبق الاخير، طبق رقاق ناشف بلدي زي ما حضراتكم شايفين باللحمه الضاني. الموضوع سهل جدا وبسيط. تعال نطلع فاصل ثم نواصل. اهلا بيكم مره تانية مع لقمة هنية. طيب احنا كنا قبل الفاصل بنتكلم مع حضراتكم النهارده على اكله سريعه وتلم القعده زي ما بيقولوا كده، واكله تكون حرشه شويه او ليها طعم كويس قوي. الكوارع دايما كلامنا عليها بيبقى كتير جدا، والكوارع دايما بيعملها كذا طريقه. عملتها لحضراتكم قبل كده، اخر مره كانت كوارع مخليه بس عملتها بشكل بانيه شويه، اديت لها حبه بقسماط وحطيت لها صلصه طماطم ودخلتها جوه، كانت يعني ليها طعم كويس جدا وناس كتير جدا اتكلمت عنها، فده الحمد والشكر لله. النهارده انا عاملها لحضراتكم بشكل تاني خالص. عاملها ازاي بقى؟ جايب عندي كوارع مخليه وسلقها سلقه معتبره، بقالها بتاع ساعه ربع مثلا على النار او ساعه. ازاي بقى؟ بص المرقه عامله ازاي؟ هو ده اللي انا بتكلم عليه واحده واحده مع حضراتكم. اقول لكم عملت ايه عشان اوصل للون الحلو ده واوصل للبهاريز اللي تحت دي. بصوا حضراتكم عامله ازاي؟ ده ايه اللي حصل بقى؟ اللي حصل كالاتي. طبعا سيبها شويه تغطى عليها عشان تاخد وقتها. جبت الكوارع مخليه ومتكسره صغير جدا، حطيناها في المصفى بتاع حوالي مثلا بتاع ساعه ساعه ونص غسيل، كل شويه غسيل والميه تنزل. بعد كده قمنا جايبين ميه ساقعه ونقعينها في ليمونتين ثلاثه متقطعين بقشرهم، تمام، وحبه خل وحبه ملح، قلبنا كويس وغسلناها تاني. كل ده كله بيبيض معايا وبينضفها كويس قوي. الحاجات دي لازم تتنضف كويس جدا 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 لحد نقول لحد رمضان، جدا جدا كتير جدا لازم، لان الحاجات دي لو من اساسها ما اتنضفتش كويس ما بتتاكلش وما ينفعش تتاكل. فخلينا نتكلم بالامانه والصح. غسل كويس جدا. وبعد كده بعمل ايه بقى؟ اجيب عندي حله ميه سخنه جدا، اجيب عندي البويلر بتاعي واغلي له بتاع الشاي واحطه على طول في حله واسيبها مع بصلايه واخليها تغلي كويس قوي. واروح نازل عندي بالكوارع غلوتين ما تكملش 10 دقائق، اروح مصفي الميه دي رميها واخد عندي الكوارع تاني ومديها شطفه تانيه. دي اسمها بلانشيه، او فكره ان انا اشيل منها اي حاجه انا ممكن اكون خايف منها بعد غسيل ده كله. وبعد كده اجيب ميه نظيفه واحط فيها ايه بقى؟ احط فيها جزرايه، بصلايه، عود كرفس، راس كرات، حبه هان، ورق الغار، حبه فلفل اسمر حصى، وابدا اسيبها تاخد وقتها. وحط في النص حبه مستكه، لو حبيت احط ليمون ناشف، قرفه خشب، اي حاجه من البهارات العطريه اللي تديني ريحه كويسه جدا وتبعد اي ريحه من الزفاره وتخلي معايا مرقه ليها طعم. المرقه هاخد منها، هعمل حبه لسان عصفور بشكل بسيط ونبدا نشتغل فيهم على طول مع حضراتكم عشان خاطر يبقى الموضوع معايا واحده واحده. لسان عصفور هحمره شويه بمعلقه زيت، بسم الله الرحمن الرحيم كده، ومعلقتين زبده عشان برضو يبقى فيهم طعم كويس جدا، واسيبهم عندي ياخدوا وقتهم وتمام التمام. وبعد كده اشوحهم وابدا اشتغل فيهم كاني هشتغل بفكره الشوربه بالكرفس والكرات وكل حاجه والبصل. وعندي كيس ديمجلاس. الديمجلاس بيخش السوبر ماركت بنلاقي الرف مكتوب عليه صوص اللحمه، بنجيب من الكيس الديمجلاس كلنا عارفينه اللي هو الاخضر هو بتاع كنور دوت، بنجيبه ونبدا نفضيه في بول زي ما حضراتكم شايفين كده ونحط عليه معيار الميه وهنشوف هنعمل فيه ايه دلوقتي مع حضراتكم. لسان العصفور لازم يبقى متحمص شويه لان اللون البني هيبقى ليه طعم كويس جدا. وهزود عندي بالمرقه مع الديمجلاس وكله بالطاجن مع الكوارع اللي مسلوقه مظبوط. الموضوع لحد دلوقتي ما فيهوش اي مشكله. طب ايه موضوع العيش اللي انت جايبه لنا النهارده بقى؟ والله الفته اللي عاملها لحضراتكم فته فلاحي، فته فلاحي شويه. العيش ده عيش فلاحي شويه وبيتجاب من حاجات كتير جدا، ومؤخرا لقينا بيتباع كمان في السوبر ماركت بيتباع متغلف كده، واللي هو الناس اللي يحب العيش اللي هو معمول بالذره ومعمول كمان بالقمح او معمول كمان بالحلبه بيبقى ليه طعم كويس جدا وليه مزاج عالي جدا. انا شغال احط الاول لسان العصفور عشان وانا شغال اكسب وقتي واحمر فيه براحتي. فالعيش ده حبايبنا الفلاحين وقرايبنا بيفطروا بيه وبيتغدوا بيه وبيتعشوا بيه، هو موجود في البيت خير دايما لازم يتاكل في كل الاوقات. واحنا في القاهره الناس اللي زي حالاتنا برضو اللي هم اصلهم فلاحين وصعايده
لما بنجيبه بناكله الصبح في الفطار مع جبنه قريش، بناكله مع اي حاجه جبنه قديمه. لو حابين نعمله فته زي كده هنعمله النهارده بحضراتكم فته. هبدله بدل العيش البلدي بتاعنا اللي هو المصري، بس هعمل له تتبيله حلوه جدا، وهعمل صوص الطماطم بتاع الفته بتاعي عادي جدا، وهاخد منه وهعمل طريقه حلوه جدا لفكره الفته بتاعتي. طيب انا جايب عندي كاسرول فاضيه، هبدا احط لها الاول كالعاده معلقتين زيت، هعمل صوص طماطم زي الشبيه اللي عملته امبارح شويه بالخل وكل حاجه، ولكن هخليه يبقى تستو اعلى ان شاء الله. هجيب عندي بصلايه صغيره كده، وهبدا اشوح على طول بصلايه عشان اطعم الصوص احسن واجمل. ممكن اديله حبه كرفس استلفهم بتوع الشوربه او الطاجن على كرات. وكمان هجيب عندي كمان فص ثوم، اجيب بس الاول معلقه صغيره فص ثوم ناعم عشان خاطر يعمل لي ريحه حلوه جدا في الطعم. اهو معلقه موجوده كمان الحمد لله، معلقه ثوم، وسيبهم شويه. اول ما احس ان خلاص بدا يتشوح كويس مع الكرفس ومع الثوم ومع البصل، اكون مجهز عندي حاجتي كلها وشغال. وانا شغال الناحيه الثانيه ببدا احمص في لسان العصفور. هجيب عندي كوبايتين ثلاثه من عصير الطماطم، وهبدا هاسسهم زي ما احنا بنأسس زي ما كل مره مع حضراتكم في نفس البوله. هجيب الاول المضرب بتاعي عشان اقلب، وانزل على طول في الحله من غير ما احط اي شيء ثاني. رقم واحد المضرب بتاعي اهو، فلفل اسمر، واتبل كويس جدا الصلصه بتاعتي من هنا بالشكل ده كده، وحبه كمون، وكمان لو حبيت حبه شطه، حبه كزبره ناشفه، ومكعب مرقه مفروم، حبه ملح، وكده انا تمام التمام. هجيب عندي معلقتين ثلاثه من صلصه الطماطم، بحب اعمل حاجتي كلها تكون مظبوطه عشان ما اقعدش كل شويه اروح واجي على الحله وانا شغال. عيني على صنع عصفور عشان ما تتحرقش مني. صلصه الطماطم جاهزه معلقتين كبار اهم، دول يعملوا معايا صوص كويس جدا ويتقلوا معايا كمان الصلصه بتاعتي. واقلب كويس جدا اهو، صلصه الطماطم بدات تتلسع وهو ده المطلوب، وانزل على طول كده. ده كله بقى هنا مش محتاج مني غير ان اغطي عليه واسيبه شويه. وانا شغال الناحيه الثانيه بقلب كويس جدا واعمل كده واغطي على صلصه الطماطم. هنا صلصه العصفور شغال واحدة واحدة مع حضراتكم عشان نبقى ماشيين على الطريق الواحد. طيب هرجع تاني وبص بص على الكوارع شغالة وعايشة حياتها. عشان نأسس الصلصة الشرب بتاعتنا لازم يكون أقدر مع احترامي حضراتكم طبعا أستحمل دي. شمين الريحة دي؟ أنا هستحملها دلوقتي. معلش خلينا نتكلم بصراحة، أنا ما بحبش الكذب شوية. يعني دلوقتي الساعة 2 ولا 1 ونص الصبح، أكيد واحد زي حالاتي لسه فطران صح، واكيد كلنا نفس الكلام دلوقتي. معلش يعني انا على الصبح كده ايه اللي يخليني اشم ريحه كوارع وهي مش عجباني؟ عشان اوضح لحضراتكم ان انا كويس يعني؟ اكيد لا. لازم نكون صرحه مع حضراتكم. لما اعمل كده اكون قابلها انا كعلاء، دي مصداقيتي لحضراتكم، مش محتاجه مني ان انا اقعد اجمل فيها زياده على اللزوم عشان اوريكم هي كويسه. وانس انت عملت كده في البيت فانت كمان من اللي ياكلها ان شاء الله بره المطبخ بتاع بيتكم هيبقى احسن واحسن من علاء. تمام، معلش انا اسف. مين يا ام محمد صباح الورد؟ الو، السلام عليكم. عليكم السلام، ازاي حضرتك؟ الحمد لله. كل سنه وحضرتك طيبه. وانت طيبه يا استاذ علي، عامل ايه؟ الحمد والشكر فضل وعدل والله. اخبارك انت ايه؟ كله تمام يا ام محمد؟ ايوه استاذ علي. ايوه يا فندم، انا مع حضرتك. اهلا بيك يا فندم، منك خدمه. اموريني امر، اتفضلي. انا اسف يعني اني كدبت عليهم ان اطلب من حضرتك اكل، فانا كنت يعني عايزاك اسالك في حاجه. قال ايه؟ معلش انا مش سامع، اسف والله. بتقولي ايه؟ حاجه ايه؟ يوم الجمعه اتصلت بحضرتك. ايوه. وخدوا مني نمرتي ورقم تليفوني وقالوا لي هتتصل بيا، ومحدش اتصل بيا. تمام، محدش كلمك يوم الجمعه؟ متاكده؟ لا متاكده، لاني طيب. من يومها لحد النهارده انا حاسس بتكون جنبي. طيب ماشي كلام. طب اموريني امر، انا تحت امرك معاك اهو. الله يخليك. تحت امر. علي ابني عنده 7 سنين. اللهم صل على النبي، ربنا يحفظه لك. الله يخليك. فانا كل طالبه منك يعني تتصل لي بمدام رهام، لاني بقى بحاول معاها وما بعرفش اوصل لها. عنده ابن حضرتك ماله؟ عنده ايه؟ عنده شبكه العين الشمال ما بيشوفش بيها نهائي. 7 شهور؟ 7 سنين. 7 سنين، الله اكبر. ايوه. العين الشمال ما بيشوفش بيها كويس. ايوه. والعين اليمين اللي بيشوف بيها الدكتور قال لنا بدا يبقى فيها كسل، فهي كمان يعني ايه؟ ممكن في اي وقت ما تشوفش بالثانيه.
لا حول ولا قوه الا بالله العظيم. 7 سنين فاحنا فدكتور طيب. احنا على العموم عملنا له عمليه فبرضه ما نفعتش. انا كل طالبه منك تليفون مدام ريهام او انت تتصل بيها لاني بحاول معاها ما بوصلش. طيب بعد اذنك ممكن لو سمحتي لو تكرمتي يا ام محمد. محمد ابنك اللي تعبان صح؟ لا علي. علي؟ ايوه. طيب ممكن بعد اذنك يا ياسمين انت ورضوى بعد اذنكم خد رقم ام محمد رقم التليفون واسم حضرتك واسم ابنك المريض والحاله كلها بعد اذنك قولها لهم بس في ورقه صغيره بعد اذنك. ممكن؟ تمام. والله العظيم انا بحاول معاها يعني ومش عارفه اوصلها. خليها على الله انا هوصلك الورقه. حاضر. مش ده اللي انت عايزاه مني؟ ها يا محمد؟ نعم. ده اللي انت عايزاه مني اوصل لرهام سعيد الكلام ده؟ يا رب يخليهم لك. عينيا يا حاضر تحت امرك. حاضر. بشكرك جدا وبشكر اتصالك وربنا يشفولك يا رب. طيب حاضر. هو قبل اي كلام والله بما يرضي الله انا يعني رهام سعيد ما بتاخرش على كل حاجه، بس انا عايز اوصل لكم حاجه والله العظيم ما بكذب، انا ما بشوفش رهام سعيد. بس انا بوصل لها حاجه وهي ما بتتاخرش، عشان بس الناس بتفكرني لما الورق بيتاخر او حد ما بيكلمش ان انا مثلا قابلتها واديت لها الحاجه وهي اتاخرت، هي ما بتتاخرش بامانه الله والله العظيم. كمان مره ما في حاجه ابعتها لكل الجروب بتاعها او الجروب بتاعها بتوع البرنامج وبيتاخروا، وقدام عيني بيكلموا الناس ولو ما بيكلموش الناس بيستنوا لما يشوفوا حد ويوصلوه للي هو محتاجه، فربنا يقدرنا لحضراتكم فعل خير. وعلى فكره والله ما بنتاخر وانا ما بحبش اتاخر لان ده مرض وعندنا اولاد كلنا، ف لازم نحط مكاننا بدل حضراتكم. على فكره مش معنى حد يطلب مني شيء فانا استعبط او انسى، ده حاجه مش حلوه في حقي مني وبين ربنا على فكره. فربنا يشفي كل مريض واللي في ايديا والله العظيم بعمله، بحلف بالله اللي في ايدي واللي اقدر اعمله حتى للرهام او لغير رهام انا بعمله. انا بقول الكلام ده ليه؟ عشان انا كل يوم طبعا والله بتشرف ان اهلنا بيجوا لي على بوابه المدينه، والله دي حاجه على راسي كبيره جدا، والله اللي بقدر عليه بعمله وهو دي حاجه عند ربنا. اللي محتاج شيء حتى لو في قنوات ثانيه مع موزعين ثانيه برضو اللي بقدر عليه بعمله. فده حاجه طبعا يعني تبسطني وتزعلني، تبسطني ان حضراتكم واثقين فيا زياده عن اللزوم، ودي حاجه طبعا اتشرف بيها ان اهلي وحبايبي اللي بيتفرجوا على برنامج الطبخ فبيثقوا فيا كويس جدا في حاجه ليها علاقه بالصحه، فطبعا ربنا يشفي كل مريض. وبتزعلني لما ما بقدرش اعمل حاجه بخاف لحضراتكم تفهموني ان انا ما قصرت، بس والله بحلف بالله يعني ده اغلى حاجه عندي ربنا سبحانه وتعالى، ما بحبش احلف بحاجه ثانيه غير ربنا. فاتمنى يا رب يعني ربنا يشفي كل مريض. طيب هرجع تاني لسان العصفور، لونه كده بقى حلو جدا زي ما حضراتكم شايفين، ده كده محتاج مني العب معاه بقى شويه بفكره الطعم. هجيب له بصلايه كده مبشوره او مفرومه. حاضر ماشي الكلام. هقلب كويس جدا لسان العصفور واديله عندي كمان حبه كرفس وكرات عشان برضو يعلي التست معايا كويس قوي ويبقى ليه طعم كويس قوي. طيب انا كده عندي حاجتين، هعمل ايه بقى؟ زي ما قلت لحضراتكم انا عندي هاخد من ده المرقه وهاخد منه كمان كوارع مسلوقه وكل حاجه، وعندي الديمجلاس. تعالوا نعمل الديمجلاس مع حضراتكم برضو على السريع. زي ما قلت لحضراتكم بنجيبه من السوبر ماركت من الرف اللي فيه كل المنتجات هتلاقوه موجود، وبنجيب دي كيس ده كامل بحط كده زي ما حضراتكم شايفين. بصوا ده كله ده ميه اسمه صوص اللحمه او الديمجلاس، هو زي ما قلت لكم ده بتاع كنور موجود في اي رف. وابدا اجيب الشوكه واقلب كويس جدا. ده ايه وظيفته معايا النهارده؟ وظيفته ان هو بيديني طعم كويس جدا كصوص، واللحمه مع الكوارع ريحتها بتبقى حلوه جدا، او صوص اللحمه مع الكوارع ريحته كويسه جدا. انا شايف ان ده معقول، ولا هي ميه زياده ولا هي ميه قليله، ولكن انا عايز تيست كويس قوي. عيني برده على لسان العصفور شغال، صوص الطماطم شغال زي ما حضراتكم شايفين. من هنا دلوقتي هبدا اجيب عندي الكميه بتاعتي اللي احطها على لسان العصفور وادخلها عندي في الطاجن زي ما حضراتكم شايفين اهو. انا هعمل ايه؟ نزل عندي الكوارع، هجيب حبه كده حلوين واعملهم عندي في الطاجن. بسم الله مخليين اهو، هاخد حبه كده اهو لسه ما حطناش اي حاجه. ده كله طبعا ما طلعوش من الحله غير ما يكون مستوي كويس قوي، لان يخش الفرن هياخد التيست وكل حاجه وتمام التمام، ولكن المقصود منه يكون طاجن مظبوط. ده هينزل على طول كده اهو بسم الله، حلو الكلام. وازود عليه بالمرقه بتاعه الكوارع. طبعا الورق العيدان دي كلها زعتر وروزماري، انا بحب احط حاجتي واظبطها، ولا محتاج ملح ولا محتاج فلفل ولا محتاج اي شيء خالص، انا محتاج بس ان انا اجيب طاجن وابدا احط حاجتي كلها وادخلها الفرن. طاجن يكون كبير كده بحيث ان لسان العصفور هينفش اول ما يستوي. بسم الله كده اهو، زي ما حضراتكم شايفين. لو عايز اشيل العيدان دي اشيلها، مش عايز خليها كده احسن برضو. هبدا انزل واحده واحده بسم الله. طبعا ده الديمجلاس مع المرقه بتاعتي اهو، ده في الطاجن ده كله كده، وهنشوف هيبقى شكله عامل ازاي. هدخله الفرن وكمان اغطيه بحبه مرقه كمان عشان حاجتي تبقى زي الفل، وكده اهو
واسطا كويس قوي وغطي كل لسان العصفور عشان هياخد وقته في الفرن ويبدا يستوي ويظبط حاله. هفتح الفرن وادخل ده الفرن واطلع فاصل، وبعد الفاصل نرجع نكون صوص الطماطم جاهز ونخش على طول في طبق الفته وشغال. بس معلش انا اسف، هبدا دي القلايه الاير فراير دي شغاله بقى لها شويه معلش عشان سخن جدا. هحط لها عندي 5 مللي زيت، دي القلايه دي هتريحني خالص دلوقتي وانا شغال. هطلع فاصل هرجع الاقي اللحم المفروض بتاعتي جاهزه. ادي هنا عندي 5 مللي زيت او معلقتين زيت، وكمان هجيب عندي كده بالشكل ده اهو بصلايه مبشوره، بص كده اهي بصلايه مبشوره، وادي حبه اللحم المفرومه اللي هعمل بيهم صينيه الرقاق، وابدا كده واسيبها تعيش حياتها. دخل ده الفرن ونطلع فاصل ثم نواصل. اهلا بيكم مره تانية مع لقمه هنيه. طيب قبل الفاصل كنا مع حضراتكم، ولو انتم فاكرين حطينا اللحمه المفرومه في الاير فراير بتاع الدي لونجي. عملنا ايه؟ جبنا القلايه شغاله وحطيت عليها على طول، ما كملناش 5 دقائق 5 مللي زيت، دي 5 مللي زيت، وحطيتها قمت حاطط عليها على طول اللحمه المفرومه وسبتها عندي تشوح ما شاء الله القلايه، يعني خدت وقتها وتم التمام وسبتها وعشت حياتها. طلعها بصلايه، حبه ملح وحبه فلفل. انا والله مش بشكر في القلايه على الفاضي، القلايه دي صدقوني لو وحشه انا مش هتكلم عنها. القلايه دي حلاوتها ان هي طبعا بتسوي وبتشوي على فكره، ممكن تعمل فيها بيتزا زي ما بتشوف في الاعلام بالظبط، وتحمر فيها بطاطس من غير زيت. والحلو اللي فيها ان هي فيها الفتحتين دول، وده اهم شيء. يعني لو اي قلايه بتعمل الاكل من غير دهون وما فيهاش فتحات يبقى ده خطر جدا، مش حلو، لان تبقى مكتومه. والطبيعي ان هي الشركه دي عاملاها ان هي صحيه، المفروض ان دي لونج دي ماركه ايطالي غير براون، براون الماني دي حاجه تانية، هم مرتين تبع شركه واحده برضو. بس خلينا نتكلم للامانه، المالتي فلاير بتاع دي لونج دي حلاوتها زي ما قلت لكم قبل كده، الفتحتين دول مهمين جدا، ان بيهوي مع التقليب واللي جوه ده بيقلب، انا ما بقلبش، يعني السكينه دي شايفاها، السكينه دي هي اللي بتقلب، والفتحتين دول اللي بيهوا معايا، وده ده مهم جدا. القلايه دي حلاوتها ان فيها من فوق سلمندر او المكان اللي بيسخن الجزء الامامي، وفيها كمان من تحت اللي هو الهيتر اللي بيخليها تستوي من تحت، دي شايفاها دي. فلو ما فيهاش الهوايتين دول ما تشتريهاش حتى لو كانت دي لونجي، انا بتكلم معاكم بكل صراحه. طيب انا هنا عملت اللحم المفروم زي ما حضراتكم شايفين ما شاء الله زي الفل، حطيت عندي معلقتين زبده في الاول، وهجيب عندي اللحم المفرومه وهعمل كده وسطانها بالشكل ده كده، وهبدا اساوي عندي اللحمه المفرومه بتاعتي على صينيه الرقاق البلدي بتاعي اهو بالشكل ده. لحمه مفرومه قليله مش كتير، وبعد كده هجيب عندي كمان رقين وهبدا هديهم عندي حبه مرقه بالشكل ده كده اهو كده عشان يتطعم، وابدا اعمل كده كمان واحده. طبعا في ناس تحب تحط سمنه على الوش طبعا براحتنا خالص، انا بحب احط زبده احط زيت اللي احنا عايزينه، بس انا بحب اسيح الكلام ده زي ما حضراتكم شايفين في الطاسه دي قبل ما نعمل حاجه، بحيث ان يكون الموضوع معايا في الامان ويديني اللون. هي مش تاخد وقت في التسويه، وانا مش محتاج منها تسويه اصلا غير فقط لغير فكره ان هي تاخد لون من الفرن. دي كمان تطلع كده على طول تحط، وناخد دي كمان كده وتم التمام، ونغطي على الوش باخر حته كده اهو وتمام التمام. ده صينيه رقاق ما فيهاش اي مشكله خالص ولا صعوبه. هجيب عندي الفرشه وهبدا اجيب عندي الزبده او السمنه وابدا ادهن بيها كويس قوي بالشكل ده كده كده، وهبدا كمان اسقلها شويه عشان هي حاسه ان هي بتهرب كده وانا مش حلو كده، لازم تكبس على نفسها كده ما بقاش سايبه زي ما حضراتكم شفتوا كده مش صح، لو سبتها سايبه كده مش صح، مش صينيه رقاق دي خالص، لازم تتكمر على بعضيها بحيث ان لما تتقطع يبقى الخرطه بغرطتها. دخل دي الفرن وهنشوف شكلها عامل ازاي، ونطلع كمان الطاجن الثاني الدمجلاس بالكوارع والسن العصفور اهو. بسم الله الرحمن الرحيم، ده يطلع على طول زي ما هو كده على المائده على طول بالشكل ده اهو. اوريكم التقديمه على السريع،
بص كده لسان العصفور بقى عامل ازاي، طاجن طاجن يعني. بص الكلام يطلع زي ما هو كده، عايز اغرفه برده ما عنديش مانع. طيب كده انا الطبق ده خلاص خلص، هقفل الفرن. هخش عندي في الطبق الاخير وهو الفته. الفته خلصانه ان شاء الله، بس انا عايز اعمل العيش واظبطه. طبعا انا احب دايما اصفي كويس قوي حاجتي عشان اشتغل على مظبوط. هطلع كل الكوارع دي واخد منها المرقه شويه عشان عايز مرقه، والمرقه دي هلعب فيها وهتبلها كويس قوي بصلصه الطماطم والبهارات بتاعتي لو حبيت، بس هي فيها كل حاجه. بص الكوارع شكلها عامل ازاي اهو. ليه بقى هتاخد ايه بقى منها؟ هاخد منها رقم واحد الصلصه دي، وهعمل بيها العيش، هروقه ترويقه محترمه. هصفي كويس قوي المرقه بتاعتي اهو، حلو الكلام. ايوه كده متشكرين. وتعالى ناخد المرقه دي الناحيه الثانيه ونشوف هنعمل ايه في العيش. ادي المرقه وادي الصلصه وادي كاسرول وادي حبه الزبد اللي فاضلين دول، هنزلهم هنا كده اهو. ماشي الكلام. معلقه زيت عشان ما يحرقش مني اهو. واجيب عندي فص ثوم واشوحه كويس جدا، واجيب عندي كده على السريع العيش ايا كان ايه العيش اللي انا عايز اشتغل بيه، وينزل يتشوح على طول كده اهو معاهم مع فص الثوم، يتطعم يبقى ليه ريحه كويسه جدا. واتبله كمان بحبه ملح عشان يبقى كل حاجه متظبطه كده اهو. مش هحط بصل، دي فته يعني، اهم شيء يكون فيها التومه بتاعتها ريحتها حلوه. طيب انا كده شغاله زي الفل. هجيب عندي اللوش بتاعي، هبدا اجيب عندي بشكل بسيط معلقه من المرقه بتاعتي اهي، وهكسر الامور بكمان نص معلقه صلصه كمان حته، حلو الكلام. والعب معاها كده تبقى معايا ليها طعم كويس قوي. انا مجهز كده كده عندي اصلا فكره الرز بتاعي الابيض، كوبايه رز ابيض قدامها كوبايه مرقه ونص بصلايه وثلاث اربع معالق زبده، ما فيهاش اي صعوبه خالص زي ما حضراتكم شايفين اهي. وكده انا مش عايز اهري اكتر من كده. العيش لازم يكون متبل ومتبهر ومسقزق شويه، حاجه من الحاجتين، يا اما العب معاه اللعبه اللي عملتها مع حضراتكم دي، او اسيبه زي ما هو ناشف واعمل كده على الوش. ده موجود وده موجود. هلم الحاجات اللي قدامي دي عشان ابدا اعمل الطاجن بتاع الفته بتاعي على السريع. هعمله بطريقه عاديه جدا، هحشي الرز بتاعي مع العيش، وممكن على فكره احط كله مع بعضه ما عنديش مانع خالص، واقفل الرز. وغالبا هو ده ممكن اعمل كده، هاخد جزء هنا على العيش ده واقلبه مع بعض وهنشوف هنعمل ايه. ادي عندي حبه رز، رز ابيض ما فيهوش اي حاجه خالص، ده كده ادي جزء من الرز، حلو الكلام. هقلبه مع العيش كده عشان يبقى متطعم، والعيش ما خليتوش مستوي قوي عشان يبقى ليه ريحه. مرقه الكوارع عامله شغل عالي جدا مع صلصه الطماطم بتاعه الفته، وبقلب الرز كويس قوي كده. انا بعمل فته بس مش ده كله مش هيبان، ده في الاكل احنا نعرف قيمته، هنعرف طعمه في الاكل، اما واحنا شغالين كده باين ان هو رز وعيش فته طبيعي يعني كده. ممكن كمان اديها لسعه كده الطماطم كمان كده اهو، منها كمان تبقى داخله جوه اللعب اللي انا عايز اعمله كله. يا رانيا صباح الفل. صباح النور. اهلا بيك يا رانيا، اخبارك انت ايه؟ الحمد لله حضرتك. كله تمام الحمد لله. الحمد لله كويس. اوامرك يا رانيا. انا عايزه اقدم في المسابقه بتاعت يوم الجمعه. مسابقه يوم الجمعه عينيا الاثنين يا رانيا. حاضر، ممكن تسجلي اسمك بس في الكنترول مع زمايلي؟ ماشي حاضر. ماشي. عندك كام سنه يا رانيا؟ 15. معاك المنافس ولا نحضر احنا؟ اه معايا اختي. اختك عندها قد ايه؟ 12. 12 برضو؟ اه. انتوا توأم ولا ايه؟ 15 وهي 12. ايه؟ انا 15 وهي 12. 15 انا اسف سمعتها، انتوا الاثنين 12. ماشي الكلام. طيب خلاص ظبطي دلوقتي مع زمايلي في الكنترول وتنورينا ان شاء الله يا رانيا. شكرا. بشكرك جدا وبشكر اتصالك. حاضر يا رانيا، تنورينا ان شاء الله. هعمل كده الجزء الاخير ده كده بالعيش. حلو الكلام. وبرضو انا حاطط تحت رز مع العيش. كده اهو الموضوع ما فيهوش اي افتكاس على فكره، هو القصه كلها الريحه بتاعت العيش البلدي المرحرح ده مع الكوارع. واجيب عندي اخر كميه من الرز واحطها على الوش كده اهو. عندي حاجه تانية للكوارع، ممكن بدل ما احطها بالمرقه بتاعتها كده ممكن سوري ما احطها وهي مسلوقه كده، ممكن اشوحها في فص طوب على فكره واحطها برده عندي، او ممكن الحل الثالث اعمل احطها زي ما هي واعمل لها طشه، وده غالبا هو ده الافضل، ان اعمل لها طشه بالكزبره الناشفه وكل حاجه.
اشيل دول كده خالص. حاضر عينيا الاثنين، عينيا الاثنين نشرت بس كده. هبدا اعمل دلوقتي، انا ما بحبش اشتغل معلش في الحاجات دي، هروق مكاني عشان اامن نفسي واظبط يعني. انا خلاص طبعا كده خلصت اكلتنا، بس الاول الم الرز عشان بحس ان انا واقف في مطعم والناس كلها واقفه بره بتقول لي يلا اكلنا. فعلى ايه نلم بس مكاننا، مش هنخسر دقيقتين معلش عشان نشتغل على نظيف كده اهو. بس معلش الاكل هيطلع هيطلع، اما النظافه دي انا بالنسبه لي معلش بتكلم بكل صراحه يعني هي افضل من الاكل. معلش انا مش عارف اكل وانا شايف الحاجات عيني مش عاجباني، يعني عيني مش شايفه حاجه حلوه فده مش صح. هعمل ايه دلوقتي بقى؟ هحط عندي الكوارع على الوش، وهجهز عندي الطاسه على السريع اللي هعمل لها الطشه، واسهل مما يكون طاسه سخنه، معلقتين ثوم ومعلقه كزبره ناشفه، وهبدا دلوقتي احط على طول الكوارع. انا اعتبر خلاص خلصت كده اهو، انا الكوارع والتونج ماشي الكلام، ادي الكوارع الحمد لله كده اهو. طبعا الجزر ده بتاع السلق، الكوارع المخليه. طيب خلاص حاضر ماشي الكلام، تعال نطلع فاصل وانا اقعد ارص براحتي الكوارع وتكون الطاسه سخنت، وبعد كده اعمل الطشه براحتي بعد الفصل. حاضر والله جاي، حاضر هطلع دي. اهلا بكم مره ثانيه مع لقمه هنيه. طيب الصينيه دي يعني هي باينه، الرقاق دايما او الجلاش بيبان وهو لسه بيخش الفرن، مش من بعد ما يخش الفرن على فكره، اصل اللون ده مش زبده، مش حلاوه مني على فكره، بس هي القصه كلها اللقمه ذات نفسها وهي بتتشرب بالمرقه وبتتحط على اللحم المفروم بتبان. فما شاء الله يعني سند رقاق بلدي حلوه جدا. طيب تعالى نعمل الطشه، وهي اخر حاجه انا خلاص خلصت اعتبر اكلتي. الطشه هي اساس اي نوع من انواع الفته او الكشري زي ما كنا عاملين امبارح، الحاجات الحلوه دي كلها. انا هعمل الطشه بايه؟ تعالى نعملها بالزبده. نجيب معلقتين كده زبده، حلو الكلام، وفصين ثوم كده ماشي الكلام، وهرفع من على النار مش عايز احرقها. حلو الكلام، فين؟ واحده واحده، وهخلي الزبده تسيح واحط لها معلقه كزبره ومعلقه الثوم. دايما الثوم انا بحب زي ما انتم عارفين احطه كده مفروم، ادي معلقه وادي معلقه تانية. حلو الكلام، وارجع تاني على النار اسويه، يعني اخلي الثوم يبقى ياخد سنه قرمشه كده في الطاسه، يبقى ليه ريحه كده. وانا شغال اروح جايب عندي معلقه الكزبره، معلقه كامله اهي اهي كده، ممكن كمان ربع عشان خاطر حضراتكم، وبرده تتسوى وارفع من على النار شويه كده كده اهو. ليه برفع من على النار؟ عايز تبقى بتغلي كده ومش محروقه، تفرق كتير جدا لما بنعمل الطشه وهي محروقه او وهي مش محروقه. دي خديها كده تاخد غلوتها خلاص سخنه، دي برده كده انا شايف ان الطشه دي كده زي الفل. بصوا حضراتكم حاضر، ادي عليها سنه خل يعني تديني نفس رائع. دي صلصه الطماطم بتاعتنا بتاعت الفته جاهزه زي الفل، شبيهه بتاعت الكشري بتاعت امبارح. بص الطشه دي معايا اهي، ريحه الخل بقى هنا. هحط هنا حبه صلصه طماطم بالشكل ده كده على الفته بتاعتي. حلو الكلام، وهاجي على الكلام ده كله اروح عامل ايه؟ جايب الطشه دي كده اهو كده 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 كده، وراح جاي هنا راجع تاني وعامل ايه بقى؟ واخد دي كمان بسم الله كده، وراح عامل ده كده اهو حلوه كمان اقل من ثواني، واروح جاي مكمل بقيه صلصه الطماطم على بقيه الكوارع مع الفته اهي. دي ليها طعم تاني خالص لما بتتعمل بالشكل ده، فيهاش صعوبة. وصلصة الطماطم دي لو حبيت ازود ازود. المقصود النهارده يا جماعه من حلقتنا يعني اكل شرقي او اكل شعبي ممكن اي حد يخش يعمله وسهل جدا ما فيهوش صعوبه. كان مع حضراتكم النهارده
صينيه فته او طاجن فته معمول بالكوارع بس بعيش البلدي او العيش المرحرح او بيتسمى بتاو او بتسمى العيش الصاج بالطريقه بتاعتنا او ايا كان الموضوع، بس شفتوه العيش اللي هو الكبير البلدي الفلاحي. وكان معاكم الطبق الثاني طاجن لسان عصفور معمول بالديميجلاس مع الكوارع المخليه برضو، كان معانا سلطه صينيه رقاق بلدي محشيه باللحمه الضاني. الموضوع النهارده كان في السهل والبسيط. بكره ان شاء الله الاربعاء، بكره عيد ميلاد، عيد ميلاد مين بكره؟ يوم اطفالنا، ما اعرفش ايه عيد ميلاد بكره. الاربعاء مفيش اي مناسبه عندنا عيد ميلاد خالص يعني. بكره ان شاء الله الاربعاء اولادنا بنحاول نعمل اطفال او اكل الاطفال يكون زي الفل. دي كانت حلقتنا، السلام عليكم. Thank you.